التجربة التانية لمستر فايجر اللي أنا شفتها، طبعا ما شفتش لسه مباراة كانو سبورت. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة أحمد فرحات على اليوتيوب، مختصة بتحليل أداء النادي الأهلي في مباراته مع نادي سموحة في إطار الأسبوع الأول من الدوري العام موسم 2019-2020 في سعي المارد الأحمر للحصول على اللقب رقم 42. مبدئيا كده يعني أنا مش هعمل تحليل يعني تفصيلي قوي، ولكن هنتكلم في نقاط سريعة. أولا، مباراة سموحة أصعب من مباراة الزمالك لأسباب كتير. أولا، إن فايلر شاف الزمالك، سموحة ما كانش جايب حاجة، فدي أول مرة مستر فايلر بيقابل سموحة ومفيش مجال للاستفادة من أي مباراة ودية لعبها سموحة حتى لو كانت مسجلة، لأن سموحة بيلعب ب 14 لعيب مختلفين عن السنة اللي فاتت. كمان أداء حسام حسن يعني بيختلف من مباراة لمباراة. حسام حسن ما عندوش فكر ثابت، يعني مطرح ما إيه مطرح ما تضرب بيدق إيه. أنا ما بشوفش حسام حسن كوتش قوي، هو حسام حسن حماسي عنده وجهة نظر في الملعب بحكم خبراته، ولكن هو انا مش بشوفه كوتش قوي. وكوتش هنا انا اقصد يعني واحد بيقرا الجيم، بيلعب على عيوب الفرق اللي قدامه، احيانا حماسته بتغلب عقله، مع ان في المباراة دي عقله الى حد ما اثر على حماسه. انا اشرح ليه. اولا، فايلر كالعادة بيلعب 4-3-3 متنكرة في 4-2-3-1، لكن هي 4-3-3 مش بيلعب 4-2-3-1 عشان ده بس ايه نكون واضحين. ولكن في اعتماده على جيراردو اللي انا كنت متوقعه في ماتش الزمالك، كان في طريقه معينه للعب بالذات في حاله الهجوم، وهي طريقه لعب يعني اللي بيشوف الدوري الانجليزي يعني يقدر يقول ان هو بيشوفها بشكل يعني اساسي مع جميع الانديه الانجليزيه وعلى راسها مثلا نادي ليفربول. ان ساعه الهجوم الباكين او السيرد باكين بيبقوا واقفين ورا، قدامهم لعيب نمرة 6 اللي هو مثلا في الأهلي بيبقى حمدي فتحي، وبيطير الباكين سواء محمد هاني أو علي معلول، وبيتوزع الفريق في صورة 3-4-3 أو 2-1-4-3. في حالة جيراردو كان جيراردو طاير على الخط، ورمضان صبحي بيقوم بدور المهاجم التاني وبيزيد قفشة كمساعد تالت مرات في حالة ان الكرة تحتاج عدد من اللاعبين داخل منطقة الجزاء. اول 30 دقيقة الاهلي بيعمل حاجات يعني حرفيا حديثة، حاجات ما بتتشافش غير في الدوري الانجليزي. كلمة معيش في النقطة السابقة، لو انتوا بتتفرجوا على ليفربول نفس الكلام، بتلاقي جيرو ماتب وفان دايك واقفين ورا، فابينيو بيبقى قدامهم او ميرنر او اندرسون حسب اللعبه في اللحظه دي، وبيبتدي يطلع روبرتسون وترينت الكسندر ارنولد في القلب، بيبقوا الاثنين الهافات التانيين اللي هم الاثنين التانيين بره الثلاثه، وطبعا صلاح وفيرمينيو وماني بيبقوا هم الثلاثي الامامي. ولكن في ليفربول الامر مختلف، في اثنين الوينجات بيخشوا للداخل والمهاجم بيسقط تحت عشان يقوم بدور الايه البلاي ميكر. الاهلي موقفه مختلف شويه، الاهلي ما عملش كده. الاهلي كان عنده لعيب بيطلع على الوينج رسمي فهمي نظمي، واللعيب التاني بيكمل لجوه وجاب جون الايه التاني. انا وانا بتفرج على الماتش كنت متاكد ان في دروب هيحصل. ليه؟ لان عمليه التحفيز للطريقه دي بتتطلب درجة عالية جدا من الدقة في الباص، فأنا مش متخيل إن الأهلي يقعد 90 دقيقة مركز في الباصات، بالذات الباصات اللي بتتعمل في جزء خلفي طول 90 دقيقة. يعني كان عندي شبه يقين إن هيحصل أخطاء في الباص، وللأسف النادي الأهلي ما كدبش ظني، فبدأنا الأخطاء من تمرير محمد هاني لأيمن أشرف اللي خد بقى إنذار، بعدين حمدي فتحي بيرجع الكرة رامي ربيعة راح خدها اللعيب بتاع سموحة وكان هيحط جون،
بعدين محمد الشناوي حب يجود على الاثنين، راح ممرر تمريره غلط من ضربه المرمى طلعت بره اوت. فبسم الله ما شاء الله يعني ايه، ما كدبوش ظن يعني. طبعا انت لما تيجي تسالني طيب هل الاهلي بس هو اللي رجع سموحه ولا في حاجه تانية عملها حسام؟ للامانه في حاجه تانية عملها حسام. حسام لاحظ ان الاثنين الباكات بيبقوا لوحدهم، طبعا زي ما احنا بنقول اثنين سرد باكات يعني بيبقوا لوحدهم، فكل اللي عمله ان هو سحب وينجات سموحه وخلاهم يلعبوا للداخل مش للخارج، بحيث يبقى دايما في عمليه ضغط على على السرد باكين بتوع النادي، بالاضافه الى ان هو حط حمدي فتحي اللي هو لعيب رقم 6 ما بين لاعب مركز 6 اللي عنده وما بين المهاجم المتقدم في نادي سموحة. دي أدت ليه؟ أدت لأن فرقة سموحة بقت دايما حاضرة في نص ملعب النادي الأهلي، نتيجة لأن الكرة بتتقطع بسرعة من لعيبة الأهلي، فما بيلحقوش يعملوا هجمة أو ما بيلحقوش يبنوا هجماتهم. فمع الوقت بدأت فرقة سموحة تجد مكانا لها في ملعب المباراة. فايلر في الشوط الثاني عمل برضو تعديلة حلوة، انه ثبت محمد هاني لحد ما جنب السرد باكين بتوعنا، وبدأ يطير علي معلول لوحده، وبدأ يفكر في تغيير وليد سليمان اللي هو طبيعي بيلعب فوق الكورة، فدي ساعدت الأهلي على ان هو يخلخل دفاعات فرقة سموحة، ودي أدت لبعض الفرص اللي ما استفادش منها جونيور أجاي اللي حل بديلا للكابتن مروان محسن اللي بنتمنى له السلامة كلنا من إصابة كسر في الوجه هتاخد 5 أسابيع. لو سألتني ايه اللي انت شايفه من فايلر، فايلر مدرب سيطبق نظريات حديثة في كرة القدم، تنجح او تفشل الله اعلم، ولكن هي مرتبطة بدرجة التحفيز عند لعيبة الاهلي، ان لعيبة الاهلي ما تغلطش بالسهولة دي. وعايز اقول ان رغم ان الاخطاء قاسية، ولكن لو مثلا شفت مباراة وستهام واستون فيلا هتلاقوا اللي هي كانت في الاسبوع الخامس، هتلاقوا ان فرقة وستهام واستون فيلا في المباراة دي السبب الرئيسي في سوء المباراة هو ان ناكامبا ويارامولينكو اللاعبين اللي بيقوموا بمركز 6 كانت اخطائهم في التمرير قاتلة. يعني اللي عمله حمدي فتحي ما يفرقش كتير عن اللي عمله ناكامبا ويارامولينكو اللي بيلعبوا على مستوى اعلى من حمدي فتحي. ما بقولش ده تبرير ان حمدي فتحي او تبرير ان اي لعيب في النادي الاهلي غلط في المباراة دي، ولكن انا بقول كده لاني عايز انوه الى ان تحفيظ الطريقة دي صعب جدا، وبيتطلب انك انت تبقى صفر يعني زيرو ميستيكس، ما فيش اخطاء. ولكن انا بقول برضو ان فايلر مدرب واعد جدا 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 جدا، ما بيلعبش بتكتيك ثابت، بيدي كل مباراة وعلى قد مستوى الخصم. ما اعتقدش الماتشات الجاية هتبقى بالصعوبة دي، لان هيبتدي بقى يشوف الفرق اللي لعبت، وهيبتدي يشوف الاسابيع اللي مرت يعني انت كحاج بيلعب مباراة، ده اللي احنا هنقابله الماتش الجاي. في مش الماتش الجاي على طول، الماتش الجاي في الدوري يعني، احنا الماتش الجاي يبقى قدام كانو سبورت يوم الجمعة الجاية. عندك بعد كده في أسوان الساعة 3، بعدين الزمالك، فانت هتشوف الانتاج الحربي المباراة، هتشوف أسوان مباراتين، هتشوف الزمالك 3 غير الأربعة اللي انت شايفهم قبل كده، وهكذا. فده هيدي فايلر قدرة على ان هو يقرأ فريقه كويس. ملحوظات تانية برضو يعني ممكن نقولها على المباراة، ان مثلا في لعبة عملها الفريق مع عمرو السولية، ان لعيبة بتاخد المدافعين وبيخش لعيب مركز 8 من وراهم، كانت لعبة واعدة جدا، في اداء عالي في تنفيذ الضربات الثابته وان كان لسه ما وصلناش للدقه المنشوده، في تحركات واعيه جدا 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 من علي معلول ورمضان صبحي اللي برضه بدا يظبط الفينش، جون اللي جابه هايل ما كانش بيعمل كده، حسين الشحات بيتقدم في مستواه بشكل رهيب، جيرالدو ما قدش المباراه كويس ولكن انا شايف ان جيرالدو جاي، ايمن اشرف اتشتم بسبب الانذار اللي خده، ولكن الانذار اللي خده مسؤوليه محمد عيني في الاساس. انا رايي ان احنا محتاجين ان احنا نصبر قوي 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 على المدرب ده. انا يعني
صحيح قلقان من حته التحفيز، لان قله التحفيز او الوقت اللي ممكن يتاخد في التحفيز من الممكن ان هو يتسبب فيه حاجات احنا ما نتمناهاش للفريق، ولكن كل حاجه وليها ضريبتها. اتمنى ان التحليل يكون فاتكو او اداكو اي معلومه انا يعني تضيف لكم في المباراه، يعني اذا اصبت فمن الله وان اخطات فمني ومن الشيطان. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، اعمل لايك وتعليقك، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.